السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت بتسمع دكتورة أمنية الشامي طبيبة بيطرية. النهاردة ان شاء الله هتكلم عن 5 أنواع من الطلبة انصحهم بالابتعاد تماما عن الدراسة في كلية الطب البيطري. احنا مش جايين الدنيا علشان نتعب ونرهق نفسنا ونحمل نفسنا فوق طاقتها. الدنيا سهلة وجميلة للي عاوز وحابب يشوفها جميلة. أول طالب أو طالبة هيتعبوا واحتمال يتدمروا نفسياً لو دخلوا كلية الطب البيطري هو الطالب الحساس أو الطالبة اللي لو حد قال لها أي تعليق كومنت مش عاجبها بتعيط، أو لو حد ظريف بدأ يتنمر اتأثروا قوي قوي وخدوا الموضوع بكل زعل ونفسيتهم بدأت تتأثر. لازم تعرف انك هتقابل في المجتمع الجميل ده اللي احنا عايشين فيه ناس سوية وناس مريضة نفسيا وناس عندها مشاكل اجتماعية وناس عندها عقد نقص وناس ما تربطش خالص. هتلاقي انسان له اصلا كلية من كليات القمة واحتمال مش كلية خالص واحتمال مش متعلم نهائي يقول لك ايه ده انت هتبقى دكتور بهايم. فانت لو مش واثق من نفسك وعارف اهمية الكلية اللي انت بتدرس فيها فانت نفسيتك هتتأثر طبعا. ونصيحة مني، اي حد يبدأ في الغلط فيك او التنمر عليك سواء بشكل كوميدي بيهزر يعني دمه ظريف او باسلوب سخرية او حتى اسلوب نصيحة اتنمر عليه، مادام هو اللي بدأ خلاص عرفوا قيمة كليتك وان كل ما الدولة تقدمت بيزيد اهتمامها بالحيوانات وبالتالي بالطبيب البيطري. لكن احنا علشان في دولة نامية مفيش حد اصلا بيحترم حد، فانت لو شخصيتك ضعيفة ومش هتقدر على مواجهة النفوس المريضة فافضل لك عشان تحافظ على صحتك النفسية ابعد عن كلية الطب البيطري، لان طبعا صحتك النفسية هي اغلى ما تملك. تاني طالب او طالبة منصحهمش نهائي بكلية الطب البيطري الطلبة اللي بيحبوا يعيشوا في الماضي. كلنا عارفين ان معظم طلبة الطب البيطري كان حلمهم يدخلوا كلية الطب البشري او صيدلة او طب اسنان، وبفارق درجات بسيط جدا دخلهم التنسيق كلية الطب البيطري. هنا اتقسم الطلبة لفريقين، طلبة قلبهم كله رضا باختيار ربنا سبحانه وتعالى، زعلوا شوية على الكلية اللي كانوا بيحلموا بيها لكن بسرعة غيروا وعدلوا في حلمهم. فيها ايه لما اكون في المستقبل صاحب شركة ادوية او عيادة بيتس او صاحب معمل تحاليل بشري او بيطري، او اشد حيلي واخد كورس ايلتس وعدل شهادتي واسافر اوروبا او كندا او امريكا وبرة الطبيب البيطري هو رقم واحد، لان دي شعوب متقدمة بتحترم الحيوانات. مفيش بيت الا وبيكون فيه قطة او كلب، ممكن واحد يبيع بيته عشان يعالج قطته. فالطالب ده بيكون عنده رضا تام باختيار ربنا سبحانه وتعالى ليه، كمل مشوار حياته بكل قوة، لا يمكن بقوة أكتر وأكتر عشان يثبت لنفسه وللجميع إن أنا ناجح وهنجح في أي مكان أتواجد فيه. لكن في طالب تاني، طالب بيحب يعيش في الماضي، هتلاقيه بيشتكي وبيصيح ليل ونهار بعد دخوله كلية الطب البيطري، وبعد مرور شهر واثنين وثلاثة زعل وعياط وشكوى. وهنا الأمر للأسف مش هيتوقف عند كده، بعد ما كان مش راضي ولا مقتنع بكلية الطب البيطري بيتفاجأ برسوبه في الترم الأول، فبيصبح بعد ما كان مش راضي بكلية الكلية اللي ما بقتش مش راضية بيه وما هوش عارف كمان يعدي بيها، يعني بقيت طبيب بيطري وطبيب بيطري راسب أو فاشل. وبيصبح حلمه بعد إن هو ما كانش راضي بيها ما بقاش طايل إن هو حتى ينجح فيها، وكله بسبب عدم الرضا وحب الشكوى. والنماذج على الموضوع ده كتيرة جدا، في كوارث بتحصل. يعني مرة طالبة بتقولي أنا كنت زعلانة أن جالي كلية الطب البيطري فما كنتش بحضر أول شهرين، ولما رجعت لقيت نفسي مش قادرة أفهم أي حاجة في الجامعة، حاولت أجمع أي معلومات ودخلت الامتحان الترم الأول، لكن طبعا الموضوع مش بالسهولة دي. أنت بتقعد في البيت شهرين يعني زعلان، عامل زعلان في البيت وزمايلك من أول يوم ملتزمين، فطبيعي يعني ربنا ما بيضيعش تعب حد. تالت نوع من الطلبة منصحهمش نهائي بكلية الطب البيطري هي الطلبة اللي مستنية الكلية عشان ترتاح من تعب وسهر ومذاكرة الثانوية العامة.
على فكرة كلية الطب البيطري كلية مش أسهل من طب بشري ولا صيدلة ولا طب أسنان، أنت بتدرس مواد تقيلة حرفيا. فلو أنت مستهتر بحياة قطة أو كلب أو حصان، ففي ناس القطة اللي بيربوها دي أغلى حاجة في حياتهم ومستعدين يدفعوا أي مبلغ لعلاجها، إن هي يتم علاجها يعني بشكل صحيح. يعني في كمان في خيول العناية بها بيتكلف آلاف الدولارات، ومش أي طبيب بيطري يقدر يمد إيده عليها. فلو أنت مش عارف أهمية الطب البيطري، ولا إن دراسته صعبة وداخل الكلية عاوز دراسة سهلة مذاكرة أسبوع قبل الامتحان ومستني تنجح، فأنصحك ابعد تماما عن كلية الطب البيطري. الكلية محتاجة عشان تنجح بمقبول بس مذاكرة من أول يوم وحضور محاضرات وسكاشن وعمل ملخصات بإيدك، موضوع كبير يعني. رابع نوع من الطلبة أنصحه بالبعد تماما عن كلية الطب البيطري هم الطلبة اللي حلمهم في التوظيف الحكومي. أولا الطب البيطري ملوش تكليف، وأفضل شيء علشان تنجح في الطب البيطري هو مشروعك الخاص أو الالتحاق بأحد الشركات الخاصة سواء برا مصر أو جوا مصر، أو العمل في العيادات الخاصة أو فتح عيادة أو صيدلية خاصة بيك، أو العمل في معامل التحاليل البشري أو البيطري. مجالات كتير جدا كلها بتدور حوالين الشغل الخاص ده، اللي هيحقق لك عائد كويس ومستوى معيشة يليق بيك أنت وأسرتك وأولادك. لكن انتظارك للعمل الحكومي فده مش موجود، ولو حصلت عليه فأنت كده بسيط تحت رجلك. ما تزعلش لما تقابل زمايل ليك بعد فترة وصلوا وحققوا نجاحات أكتر بكتير من العمل الحكومي وانتظار معاش بعد 60 اللي ممكن أنت تاخده وتاخد أكتر منه بكتير لو حققت مثلا التارجت في شركة أدوية محترمة. خامس وآخر نوع من أنواع الطلبة منصحهمش نهائي بالالتحاق في كلية الطب البيطري هم الطلبة اللي بيكرهوا اللغة الإنجليزية. مش مهم تكون ضعيف في الإنجليش، لكن محاولتك كل يوم هتخلي مستواك كويس جدا واحدة واحدة. لكن أنت لو رافض وكاره الدراسة بالإنجليش فديه مشكلة كبيرة، لأن دراسة الطب البيطري كل المواد باللغة الإنجليزية. في مواد فيها بعض المصطلحات الطبية باللاتيني، لكن كل المواد باللغة الإنجليزية. فلازم يكون عندك استعداد انك تطور من نفسك وتحسن من لغتك. ودول كانوا خمس انواع من الطلبة منصحهمش نهائي بالالتحاق بكلية الطب البيطري. بوجه نصيحة لكل اولياء الامور، يعني بلاش تعلقوا اولادكم يعني بطريقة اوفر بكلية من كليات القمة. هي لسه ما جاتش لابني، ولسه ما عرفتش ابني جاب كام في الثانوية او مستواه كام، او يعني التنسيق هيوديني فين، وافضل اقول الدكتور راح الدكتور جه. لا ده يعني في كارثة كده، يعني اما اب ياخد بنته ويصورها قدام كلية الطب البشري قبل ظهور النتيجة، والبنت تخش في حالة انهيار انها ما لحقتش طب البشري ودخلت كلية الطب البيطري على درجات بسيطة، واصبحت تطلع صورتها هي ووالدها على الموبايل كل يوم وهي قدام كلية الطب البشري، وتخش في حالة انهيار عصبي من البكاء والعياط. طب ليه يعني انت بتعلق بنتك بحاجة هي اصلا لسه مش موجودة، وتفضل البنت تقول لي كل ما بعدي قدام كلية الطب البشري بعيط وبخش في حالة اكتئاب ومش قادرة انساها ومش قادرة. ليه يعني؟ ما يعني اولا يعني كلية الطب البشري يعني ما همش مثلا من العشرة المبشرين بالجنة علشان نتعلق بها التعلق ده، وكل ما كان في الناجح والفاشل. فرسالة لأولياء الامور بلاش نعلق ولادنا بكلية بأي كلية بالشكل ده. نتمنى لهم النجاح والتوفيق، وربنا يوفقهم في أي مجال هم يلتحقوا فيه. وبكده نكون وصلنا لنهاية حلقتنا. اللي محتاج أي استفسار يكتب لي في التعليقات، أنا برد على كل التعليقات. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.